الإنسان ما وقفش عند كده ولا طموحه توقف، رغبة الاقتحام، اقتحام المخاطر والأهوال واقتحام المجهول هي الإنسان. بعد الأمر بعتوا المركبات للزهرة، وبعتوا للمريخ فايكنج وفان، فايكنج وان وفايكنج تو اللي هو الإنسان الآلي اللي بعتوه للمريخ، إن شاء الله هيكون عليه حلقة مستقلة. وبعد كده بعتوا للمشتري أقمار صناعية تصور وتلقط وتبعت تفاصيل دقيقة عن المشتري وعن أقمار المشتري وعن جو المشتري. وبعد كده زحل أخيرا في أغسطس اللي فات شفنا على شاشات التلفزيون المركبة تشالنجر أو المتحدية اللي وصلت لزحل ودخلت جوه الحلقات بتاع زحل وصورت عجيب عالم كوكب زحل. وضمن ما اكتشفت ان معلوماتنا عن حلقات زحل ناقصة جدا، احنا تصورنا ان في مثلا 5 6 حلقات اللي بنشوفهم بالتلسكوب، لكن اتضح ان هي الوف الحلقات. كمان ادتنا معلومات جديدة عن أقمار زحل وعن طبيعة زحل. كانت تجربة يعني خطيرة. وبعد زحل احنا نعرف ان هم ارسلوا أقمار للشمس، وبعدين ارسلوا اخر حاجة سفن فضائية تخرج من المجموعة الشمسية خالص، سفينة هتخرج من المجموعة الشمسية وتعدي برة وتروح للمجرات بقى البعيدة، وفيها رسالة لأي حضارة ممكن تعثر عليها وهي ماشية في السفرية بتاعتها دي، رسالة من الإنسان إلى أي مخلوق تاني يكون موجود في المجرات البعيدة. في الواقع كل رحلة من دول نشان ونوط جدارة على صدر الإنسان، لأن هو ده الإنسان، حقيقة الإنسان. أبدا مش حقيقة الإنسان إن هو يأكل زي البهيم أو يستمتع زي الحيوان، أو أبدا مش حكاية الأكل والشرب والجنس واللهو والحاجات دي، أبدا ده الإنسان هو الحتة. البحث عن الحقيقة، اقتحام المجهول، يعني أن يموت فداء الحق والعدل والحرية والكرامة، هي دي الرسل. المسل دي هي الإنسان، وهي سره الأعظم، وهي دي يعني شرفه الحقيقي وكرامته الحقيقية. لكن أنا رغم عشقي الطفولي لهذه الرحلات وتتبعي لها وقرايتي فيها وأشوف أفلام أي شيء يجد أدور عليه وأجيب تلسكوب وأرصد، لكن رغم هذا العشق الطفولي لهذا اللون من العلم، المخاطرة في الكون، لكن أنا عندي رحلة أعز مني حريص عليها جدا، وهي الرحلة الأخرى إلى الداخل، الإقلاع إلى الداخل، إلى السماوات الداخلية في النفس. هي دي عندي أخطر 1000 مرة من رحلة اقتحام السماوات اللي بره دي، لكن اللي أخطر من كده السماوات الداخلية، إن الإنسان يرتحل إلى داخل نفسه. وصعوبة هذه الرحلة إن الواحد مش هيلاقي فيها معالم، مش هيقدر ياخد قبضة كده من صخور السماوات اللي جواها زي ما خد قبضة من صخور القمر، أو مسك حبة من التراب يحللهم. جوه النفس البشرية مش هتقدر تلاقي حتة تحط عليها رجلك، ولا أرض تقف عليها، ولا جرافة تشيل بيها تراب، ولا تمسك شيء صلب، حقيقة صلبة أو تراب من تراب اللي جواك. الشيء المرعب في الرحلة الداخلية دي إن الإنسان بيسافر جوه متاهات من الخواطر والأفكار وعالم من المجردات، بيحاول يحس بالإحساس نفسه، بعملية الإحساس. يعني دي رحلة مثيرة ومرعبة حقيقة.
وفي هذه الرحلة الواحد بيحاول يتعرف على الأنا والأنت والهو، الحاجات الحقائق الكبرى. سر الإنسان الأعظم هي نفسه، الأنا. إيه هي الأنا؟ إيه هي الكينونة الجوانية المستمرة دي في ديمومة متصلة؟ هي إيه؟ الإحساس بالذات المستمر باستمرار هو إيه؟ التفكير والاستبطان والرحلة الداخلية دي ممكن توصل للواحد لآخر مدى الشوف عند الحد الفاصل بين الحياة والموت. ما يبتدي يحس بالذي أقرب إليه من حبل الوريد، بيقولوا من عرف نفسه فقد عرف ربه. دايما الرحلة الداخلية دي هي بتقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، لأن زي ما القرآن قال إن هو أقرب إلينا من حبل الوريد. ربنا أقرب إلينا من حبل الوريد، نعرف قربه وأقرب إلينا من نفسنا بالنظرة الداخلية دي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، دي الرحلة التانية بقى، الرحلة الجوانية، وهي أعز الرحلات، وهي دي رحلة كل مفكر، ورحلة الفنان، ورحلة الفيلسوف، ورحلة الإنسان اللي كل إنسان لازم يقعد مع نفسه في لحظة، لازم يجي له حالة خلع كده من كل العالم والهو والدوشة دي، ويخش ويقفل على نفسه الباب ويرتحل إلى داخل نفسه، ويقعد مع نفسه ويحاسب نفسه ويحاول يفهم نفسه. من غير هذه الجلسة هينقصه شيء كتير، لأن حقيقة الإنسان إيه؟ ما هو حقيقة الإنسان ما هوش مجرد الجسم ده اللي هو طوله وعرضه ووزنه وشكله وألوانه وشعره. لا، الإنسان واقف بين عالمين، مطل بجسمه على العالم، عالم الشهادة، العالم المشهود، لكن مطل بنفسه على عالم الغيب. فالإنسان هو على الشعرة اللي بين الشهادة والغيب، يتعامل بجسمه مع عالم الشهادة ومع عالم المعقولات والجزئيات والماديات والأحاسيس وكل ده، لكن يتعامل مع قلب بقلبه، يتعامل مع عالم الغيبيات كله. ودي من خطورة الإنسان، ودي سره الأعظم، إن هو إنسان مزدوج في حقيقته، مادي في الظاهر، روحاني في الحقيقة. إنسان بيكتشف دي لحظة ما يبتدي يقفل عليه الباب، وفي الصمت المطلق يبتدي يرتحل إلى الداخل. اللحظة العظيمة دي لحظة التعرف الإنسان على نفسه ثم تعرفه على ربه، هي أعز اللحظات. ونرجو أن يكون لكم نصيب من الرحلتين، رحلة إلى الخارج للتعرف على المسكن، مسكن الإنسان بين النجوم، ورحلة إلى الداخل للتعرف على النفس وعلى الرب.